خلافات وتلاسن بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت ووزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير. السبب هذه المرة هو أن جالانت يريد إدخال العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل بعد توقفهم منذ 7 أكتوبر وتحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية. الأول أي جالانت يعتقد أن عدم فعل الأمرين سيشعل الضفة وحماس تتربص لفعل ذلك، وبن غفير قال له: أنت غارق في أحلامك ويجب أن تستيقظ، إدخال العمال هو بمثابة إدخال الإرهاب لعقر الدار من أناس أصبحوا مشحونين بالكراهية، وتحويل أموال الضرائب هو تشجيع لسلطة النازية على ضخ الأموال لغزة وعائلات الأسرى الفلسطينيين. وما بين هذا وذاك، الوضع الاقتصادي يتردى في الضفة الغربية بسبب الحصار منذ 7 أكتوبر وحجب أموال الضرائب التي تدفع كرواتب للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 3 أشهر ومنذ 2 سنين لم يتقاضوها بشكل كامل. وزير المالية سموتريتش توأم بن غفير في التطرف، يقول أنه لن يدفع دولاراً واحداً للسلطة طالما بقي على كرسي وزارة المالية الإسرائيلية. ولكن ما هي أموال المقاصة الفلسطينية؟ حسب اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والذي وقع عام 1993، اتفق الطرفان على أن تجبي إسرائيل الأموال من الحركات التجارية الداخلية والاستيراد والتصدير الخارجي بحكم سيطرتها على المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية، وتقوم بتحويلها شهرياً للسلطة الفلسطينية مقابل أجر 3% من إجمالي المبلغ والذي يتراوح شهرياً ما بين 190 إلى 220 مليون دولار. وعادة ما كانت حكومات إسرائيل تستخدم هذه الأموال الفلسطينية البحتة للابتزاز السياسي والضغط الاقتصادي على السلطة الفلسطينية.